وين يختلف لبنان مع العراق وين يشابه؟ أنا ما بعتقد حقيقة في خلاف أو بيختلف بعمو. رح أخبرك شغل، سنة 73 أو 72 سئل أحد كبار الشخصيات اللبنانية عما إذا كان لبنان سيقسم، قيل له جاوب، قال له نطلعوا على العراق. هذا الرئيس شمعون أعتقد. إذا تقسم العراق صح، يحضرني هذا، يحضرني الرئيس شمعون يمكن. صحيح. لذلك العقل اللبناني يفهم جيدا وبعمق أهمية هذا الواقع القائم، بالرغم من أنكم أنتم أقرب بكثير بسبب المساحة الجغرافية الكبيرة، بسبب التنوع الأتني الموجود في العراق، كنتم عايشين تحت هذا الخطر بشكل حياة. نحن لبرها خمنا أنه هذا الخطر قدر، لا، والحمد لله شعت انتصرت عليه. لا تزال هناك عقبات ولا يزال هناك عدو يحاول أن يدمر وحدة العراق، وهذا أنا وقت بلشت حديثي بالعدو الإسرائيلي كنت أم بقصد هذا العدو، وهذا العدو ذاته أنت بتعرف وين أبي يلعب دوره لاستمرار في اللعب على فكرة إسقاط وحدة العراق إمكانيته.